جلست بالسعودية. بس يا غام هذه حقك بروحك خيمتك يا العود. ما شاء الله. ذكرى مع المغرز. شوف والله ابغى ينقلب. ينقذونا خلينا ينقذونا يا ولد. عشان اذا توهقنا عشان ناكل. هو فريق انجاز البحث والانقاذ. بس بس كافي. هاي تمشيكم مشكلة. هلا بالمغرز يا هلا. شاف بس طعس خلط القيا. عفيت وجهي. المؤتمر استعمار. اي هذه الشبة الزينة. ويو جامعة القاهرة. هلا مع الشيخ احمد والله اشوفك انت تغسل وهذا طلع بوريتي بريولي ماني قادر اسعد الله اخذ بليسك لازم تطقم حرك تواير اوه وقف 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 انا اتمنى ان امي وابوي ما يشوفون طب 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 مو فوق الطش ليه نقول بسم الله ما شاء الله شوف المطرح والقبر من فوق التهايل ترابه عدوك الريح بس ما اقدر ما اقدرش استغفر الله احنا واقفين على حاره الامانه ننزل برا شويه انزين انت الحين وينك انا الحين شارع يميننا الشارع يسارك انا نزلت برا انت نزلت يمين نزلت يمين راسي افتر اي لان الاخبار قاعد ان احنا كنا بالحاره اليسار وانت نزلت يسار مو لا نزلت يمين لو كان شارع يسار اكيد والله الشارع يسار تبي بطل الدريشه على مسؤوليتك بطل الدريشه تشوف الشارع لا خلينا بطل الدريشه لا يبا لا شي تبطل الدريشه انت لو تسك الليت شوي يبين ال لا اله سرعه الهواء زلنتيخ زين اللي ورانا طاف وحمود اللي ورانا تمشي ورانا طاف بنزل وراه يلا هاي يجي شوف عشان تاكد ان الشارع على يسارنا ها شوف السيارات والله في شاحنه جايتنا ادش فيها بس ممتاز خليك ورا الشاحنه درع الصلب هذا بنزل وراه بس درع حمار يلا تعال تبي دعم تقول لي
هذا رباك رباك لا شفت شفت رباك بسم الله توكلنا على الله بس خلك كبش فده الله يحفظه ويحفظنا لا الحفظ بس الله يحفظه وصلنا اللهم لك الحمد نفود أم عشر هذه أم عشر وراي هجرة أم عشر وبإذن الله عز وجل بندخل نفود أول شيء طبعا نسويه إنه نفشش التواير تنسيم التواير الصوت تعبان حدي تعبان أبي أنام الحين الساعة واحدة قدر الله كنا بنمشي نبكر اليوم الكويت لكن قدر الله صارت شوية ظروف ومشينا متأخر عموما ما كل العافية أم عشر قريبة ومكاننا ندلة أهم شيء تغيير الجو ففششنا التواير فششت توايري 20 بس الحين ناطر الوالد ان شاء الله يوصل ويا محمد البريه وان شاء الله ندخل بر لاحظ لما تفش التاير شلون يفرش التاير على الارض فلما تمشي بالنفود والرمله الناعمه بتكون النكشه شوي كبيره على الارض لاحظ سم التاير اعرض فباذن الله عز وجل ما يخليك تغرز تكون السياره اريح بمشيها بالبر يفرش التاير تصير السياره ناعمه ويساعدك على ان تصير السياره خفيفه بالغرازات الحين بإذن الله عز وجل نوصل مكاننا اللي خابرين على قولتهم كاشتين فيه كذا مرة ننصب خيمتنا ونحط راسنا وننام الفعاليات تبدي باكر إن شاء الله لأن الحين تعب بس نبي ننام عليكم السلام ورع في شايف عليك ورحمة الله وبركاته الحمد لله على السلامة الله يسلمك كيف الحال؟ هلا نايم ولا قاعد؟ نايم مسكين خلينا بعد الحمد لله على السلامة بعد الاشعه داخش لنا يا عمري ها شلونكم طيبين؟ لا امور طيبة كيف الحال؟ ها بشر شلونك؟ طيب كيف الحال؟ يلا يلا فشش تواير يلا يلا وين ابي اطلب له بركة موجود موجود هاشم سليمان اي قاعد يعد قاعد يعد بسليمان لا يضيع لا يضيع لا يضيع اي لا تضيع عديت بسرعة حجي ما بدا والله ما بدا ينزل عد عدل لا وين حجري هذا تاير عادي وصلنا نزلنا خيمتنا هذه التفخ ان شاء الله بنتفخها الحين وعلى طول حط راسك ونام هذه اسهل شيء ممكن تسويه وين اخوي احمد بطل بطل ابي بطل السحاب روح يلا دربح وفرش يلا ايوه ايوه اشوف لا لا بط اي لا هذا هذا اللي تحت ايش بك يا وفر ايش اسمه الفراره هذه فريتها لما يتسكر لوك يصير اشوف بس شغال بس شغال بس ما يحتاج ما يحتاج ماكو هواء بس الله تبارك الله هل هل حين ننزل شغلنا وندش داخل وننام صح يا العود ايوه صح هذه حقك بروحك خيمتك يا العود كل واحد خيمة ها لا شوف هذه الصالة حمود هذه الصالة وكل واحد غرفته الخيمة تقوم كلها تبارك الرحمن عن طريق هذه الماكينة حبيبي انت محول حبيبي محول اي صح انا حاط محول 3000 واط يا ربع طبعا اي هذه اشتغل على كهرباء بيت طبعا كنا 1800 واط ناسي والله كم 1200 واط يعني محول 1500 يشيلها انا المحول حاط تبارك الرحمن 3000 واط فيشيلها شيل امورها طيبه لازم نوخر وانيتي حمود جد وانيتي تكفى لان اذا انتفخت راح تحوشه مشتي حمود ها من الاردن من الاردن مشتي ان شاء الله متى وصلت من الاردن محمد والله وصلت البيت المغرب وصلت البيت المغرب والحين الساعه كم الساعه 2 وصل المعشر ما شاء الله يلا عاونوها عاونوها بس عدل هذا حمود خالد هذه جنطة هذه جنطة منو جنطتك حمود طالب دراسات عليا بس تعاونها علشان تقوم نفسها ما جدمت العود ايوه حبتين بعد بس كافي بس
ها محمد لا تعبت، انا اخرت نومتي ثانيتين ونص. طبعا الخيمه ما شاء الله تبارك الرحمن 3 متر في 6 متر، يعني شيلنا كلنا راهيه. يا الله يا الله انك تعينها، يا الله انك تعينها. خلها يبا خلها لا تعور ظهرك، هي تقوم روحها ما عليك. ها قاموا، هذا العمود قام. يا الله يا الله شدي حيلك، شدي حيلك. ايه بس امورها طيبه ما عليك. خلينا نشيلها نبطل الازاق. ها ما قامت هالصوت، عاونها عاونها. هي عاونها خلي يقوم العمود اللي بالنص. عاش راسك راسك ما شاء الله. بس خلصت 5 دقائق 10 دقائق يلا ان شاء الله نبالغ على ما صفطنا السياره الصف الثاني بعد. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين نركب الليتات في زوليه ثانيه بس تحت الاغراض هناك بالوانيت، ما ننزلها، ننزلها باكر ان شاء الله. نبدا الليتات نحطهم فوق. يلا عافيه. يلا محمد خليني اجيب لك اللمبات وانت اطول واحد فينا اعلقهم. اي كافي مرابط فوق ترى. وصلنا اللهم لك الحمد، وهذه خيمتنا وقعدتنا باذن الله عز وجل باكر، مو اليوم، اليوم راح نرتاح. وما ننسى يا الربع اول ما توصل اي مكان تبي تنزل فيه تقول دعاء النزول، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، عسى الله يحفظنا. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. يا رب لك الحمد، الجو تبارك الرحمن ممتاز. قمنا الفير صلينا ردينا نمنا، الحين الساعه 8:30 تقريبا، لا والله 9:15 الحين. من التعب البارحه وصولنا كان متاخر. صباحك الله بالخير. هلا والله هلا والله. طال عمرك. ها شنو خشيت ورا يدك؟ ماكو شيء. نظيف ادري فيك، انا عارفك. ما شاء الله ما شاء الله. صباحك الله بالخير يا باي. هلا حبيبي. هلا. الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه. يوم صلينا نمتوا انا راح اتمشى. لا. صورت لي كم صوره اسلم. ما شاء الله. الجو تبارك الرحمن كان احلى بعد الصبح. غيم عرموطي. كلمة ابوي هذه. سوي لك يبا ريوك كونتيننتال اليوم. ريوك مال مال فندق ريجنسي اليوم اسوي لك. يا سلام عليك بس. هذا 5 نجوم. اي. احنا 6 نجوم بعد مو 5. 6 نجوم طلعت الشمس والله صار حر. وليد قاعد يلقط شو اسمه طياح الرمث. ليد كان عنده هنيش كثر والله الحين. يلا تعال تعال جهز الريوك تعال. بس خلص. وابس. يا سلام عليك. وليت الاحمر؟ لا ما سيلفر ما. وليت السيلفر اللي كان عنده. اي سيلفر. يلا وليد يلا 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 يا يبا يلا قاعد احط لك ويدات. يلا تعال خلاص تبخرنا تبخرنا. يلا تعال. اي صح قص هذا المكدوس بعد قص المكدوس. ابشر بالجنه جزاك الله خير. هذا العسل يا النحال الحين ذاك اليوم صدق والله عطاك طالع طالع العسل قازتك نحله اخر شيء نشتري العسل هذا واحد باع على مبارك. الله يعطيك العافية يعني الحمد لله على السلامة. أهم شيء معود الحمد لله على سلامتك. قول نحل هاجي يا عمري. ها يلا سموا 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 قولوا بسم الله. بسم الله يبا سامحنا على القصور. ما في قصور حبيبي قاعد مع حمود. تكتب حمود يا بخور تعال أبوك صديقي. قلت لك ريوق كونتيننتال صح ولا مو صح؟ صح صح طال عمرك. نزل بالأوملت مساء صح؟ شنو؟ الأوملت نزل كلينا أوملت. الحين بيض عيون بيض عيون. ليش ليش تضحك وليد؟ صدق صدق اخوي وليد عساك دوم مستانس. قول امين قول امين امين امين. الله معك. انا اهم شيء استانس ابوي. انت مو لازم لا كلهم غصبا عنك. انت مو لازم انت مو لازم تستانس انت لازم تفرح. لا انا مو يعني مو لازم انا انا مدني تفرح. سلام يا سلام. قاعد يتمشى الوالد عسى الله يحفظه يا رب. ابوي سبحان الله يحب يمسك عصايه ما ادري ليش. متعود. الظاهر كان متعود يطقنا واحنا صغار. قطعها مع ظهرك. كل شيء. طلع شايل.
الله يحفظك. وليد بس شغالك بضغط حمود كم صب كذي. اي تعلم تعلم لتعيش. بنروح نتمشى ان شاء الله. شغلت السياره وبنتمشى كذي نطق فر نتمشى نشوف القاع وهذا يعني تغيير جو. منها صار حر الحين بعد صار شويه حر الظهر الحين الساعه تقريبا 12 اي 12 ما شاء الله الساعه 1 وربع. نروح نتمشى نغير جو نشوف لنا اماكن حلوه في شعيب خاضرها قريبه من هني شوف وضعها شوف ياها ما ياها شيء ياها سيل نتمشى نتغير جو ونرجع مره ثانيه باذن الله نضبط غدانا. ها قاعد توثق. ايه شوفك شنو قلت اسمه نبات شنو ما هذا النبات يا وليد؟ والله قلت عشر. اي هاي هذا العشر سميت ام عشر نسبه الى هذه النبته السميه يقولون سام ما ياكلون البهايم بعد. اي دير بالك خضر دير بالك كان شايف مجموعة البعارين كان هناك خلنا نشوف فيضت ام عشر ما تاكلونه تقول يا شيكون ما ياكلونه البهايم البهايم الدبش الدبش اي مورد والله سبحان الله اي مورد سبحان الله الوكل ما شفته خله يمك خله يمك وليد الله شوف بس دارج لا تاكل دروايك سام ها والله شوف هني كبار بعد شير ما شاء الله طاش كبر هذه ما شاء الله اوه طالع اي صح صح هذا صورناه مره اي اللي جنها مانجا صح هذا لا يحوسك شوف هني ورد سبحان الله مورد بعد عجيب ان شاء الله وايد يلا تبارك الله بس الخفيف الثقيل ما ينطبع صادق مو شغال انت ما شاء الله تبارك الله يا احمد شو صار ما طلع من مناخيرك ما شاء الله تبارك الله رد الحين ها الكودري ترك احمد شمخر بطل العالم بطل العالم بالتغريز بطل العالم بالرالي اعتزل طبعا الرالي وقام يمارس يصقل مهاراته في نفود كبير عطيت اي اي طال عمرك معانا العم ابو فهد العم ابو فهد يا مرحبا اهلا فيك تحيه حق احمد يعطي العافيه عساك على القوه. ايه الله يحفظه ان شاء الله. ايش رايك بالقياده بس؟ طق يمشي على راس الا هذا راس العرك ما ادري راس الطعس عدل عدل قاعد يسيب ما يسوي ما نعرف احنا والله بس يلا. ابو سليمان طبعا رابط الحزام فوبيا ريال قالب هذا مو قاعد يسيب لا لا قاعد ما يبي يغرز طبعا في قبل شوي غرز ايه حط لكم التغريزه شوي. ابو سليمان قالب في نفود الزلفي 14 قلبه ولا 25 قلبه؟ كم مره؟ 13 قلبه؟ لا تعد ولا تحصى. الريال حايشه فوبيا. طبعا انا مو فوبيا الا بس انا شو اسوي الحركات هذه على اساس انه يعني كيف يعني؟ سليمان بس القاع تغيرت. الجو ما شاء الله الله يرزقنا الغيم اليوم. قالوا ما شاء الله في مطر رد جوله طبعا الحين جوله مع
الحبيب ابو حمود احمد شماخر يسقل مهارات الرجال يسقل مهارات فينا يسقل يسقل مهاراته دائما هني ما يعرف يعني رالي ما رالي لا الرجال ما يدل الشارع يروح بيته من جي بي اس الرجال لعب شنو هذا طبعا هو عشاننا ترى يعني ولا ما تعجب القاعه هذه القاعه ما تعجب هو عطك المرعب ذكرى مع المغرز هم الدبل خربان انكسرت الفيشة عاشت روحك حبيبي انكسرت الفيشة اللي تركب على البوكيكس مال الدبل الحين بوريكم اياها ان شاء الله وما حولنا احد نهائيا ارسال يجي نقطة ويروح يجي 3 جي ويروح طالع طالع شو البر ما في احد نهائيا قلنا نتمشى يعني اي تمشي الله يرحم والديك شايك بقيادة بس خلصت قعدنا في الرباضة هذه وانا قاعد اصعد قلت لا 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 كان يقعد قلت الحمد لله على كل حال والله قاومت 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 كثر ما اقدر بس سبحان الله ومن ياسمين التوالي طبعا ليه 15 17 لكن قدر الله ما شاء فعل كلمت فريق انجاد الله يجزاهم خير كلمني واحد قال ابو سالم قلت له معك اخوك احمد من الكويت قال لي ابشر بالخير لا تحاتي قلت له الله يجزاك خير اعطيتهم اللوكيشن دزيت له اللوكيشن بالواتساب ويا رب انه ما يطولون علينا قبل الليله الحين الساعه 3 الساعه 3 العصر طبعا الدبل اخترب الفيش انكسرت الموتر صار بدون دبل وتعلقنا على هالصعدة هذه وحفر يعني الراي ان نفش التواير زيادة ونحفر حق الموتر ننبه له وبإذن الله يطلع بدال ما تقعد تدوس وكذا وتقعد عالشاصي شو جرت محمد هنا مشكلة انه يعني النفود هنا بسرعة تندفن الدباية اليادة شوف هاي جرتنا وقفنا هلا يلا يلا هذه جرتها من هناك طبعا ماكو يادة قد تدور يادة فجأة تطلع لك عروق تي كذي شوف جاي هني شوف الرمل صعد فوق الجسمه راح يطلع تهجون يطلع يطلع والله ما ظنيت يطلع افصل افصل الكمبريسر افصل هو الزين الفايده انه نازل على نزله صغير شوف التاير هذا مو مسوي شيء مو حافرين اللي قدام كلش بس اللي ورا نبه شويه بس حق هذا الشاصي هاي العود الله يعطيك العافيه العود نبه حق الشاصي شوفك الشاصي قاعد بالقاع لحظة لحظة شوف شوف خل اوريك الفيشة اللي مكسورة يلا بسم الله هذه الفيشة الرابعة اللي مكسورة شوف هذه مكسورة تفضل شوي شوي ان شاء الله تحرك 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 ان شاء الله بس كافي 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 الله اطب برا اطب برا حبيبي اوب اوب الله يحفظ الله يحفظ يقول لك تعال تعال كلم منك كلم منك يقول لي اصعد اصعد صعدت هناك رستني بغى ينقلب والله طالع مشكلة لأن تايرين بس اللي ورا يشتغلون تاير قدام ما يشتغل ماكو دبل طالع والله بغى ينقلب الحمد لله الله ستر ما شفت الناس
قاعد اشوف برجع هناك بنزل خلاص ما في طريق قدام. الحمد لله الحمد لله على كل حال. لا يبا كنت برجع هني وبرجع لكم خلاص بنزل انا ماكو طريق غلط الطريق هذا. اللوحة طاحت ما ادري وين طبعا. مستحيل يطلع مو صعبة الا قلص قلصين. الربع قاعدين ويحللون شلون غرزنا وشنو اللي صار. شوف هاي مو قاعد اقول يخرب. هاي باي يا حبيبي شو تقول باللي سواه ولدك؟ امور طيبه ما اكشر سهالات عادي سهالات؟ الانسان اذا ما يقلب ما يتعلم. اي والله تعلم لتعيشي والله تعلم لتعيشي. اي والله الحمد لله شبه ولا جبه ولديها الحسنه. وينهم؟ احسن احسن حسنه محمود امين اللهم امين اجمعين يا رب. شنو هذا تبي تزرع؟ تبي عبدها ابو فول. وليد شفيك وليد؟ بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم شفيك؟ بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك. بسم الله عليك. شنو شفيك قاعد تجي تصور؟ والله الفريق ما يبي يروح يشيل السيارة يبي يروح يقرا عليه. الزرع يا الربع الموتر متعطل ومغرز على كتر قول على جنب قاعد على جنب الموتر. الموتر متعطل على راس الطعس على جنب لا ينقلب ينقلب الموتر لا ينقلب الربع. لا تضحك شو اسوي شو اسوي صوتي راح ينقذونا خلي ينقذونا يا ولد. هذا ضحك المشكله اني مو هدي الكبسه صار لك ساكنس يقول لك ابشر يا ابو علي طرني يا ابو علي. هذا يمنى كلمة يمنى بعيد بعيد صيد؟ جاهز حق سيارة مو بستيشن. ايه قول له سيارة صح احنا جاهز سيارة. سير علينا احنا ما حق عدم التراك. قول له ان شاء الله بس نطلع من الغراز نسير عليك. صوت يا راح. قول الموتر قاعد على جنب الموتر قاعد على جنب. والله العظيم بغى ينقلب الاشعار يا الربع. عاش والله ابو سليمان. اي والله كنا مطر كنا مطر يا الله ترزقنا مطر وكذي يا الله لك الحمد اللهم لك الحمد. وصلت الفزعة وصلت الفزعة يا ربي لك الحمد الحمد لله. حي على الفلاح حي على الفلاح. والله قاعد اسوي عيش عشان اذا توهقنا عشان ناكل. بس 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 نطلع القاع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير. اي والله الله يجزاكم خير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ما تعرفت باسمك؟ حمد الوسيدي. ونعم. من مشدوبة. من مشدوبة. من مشدوبة من فريق نجاد البحث والإنقاذ. الله يعطيكم الصحة والعافية. كم كيلو على ما وصلتنا؟ 35 كيلو. 35 كيلو بر. 35 كيلو نفوت. الله يعطيكم العافية. البر يختلف عن النفوت. أنا أشهد إي والله. تقول القاع متغيرة ما هي الأولية؟ إي لا 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 متغيرة واجد. لا لا بسبب شو اسمه الاحتطاب أول الرطة والأداء مسكتنا التراب ومسكتنا. سبحان الله. لكن تغيرت. احنا قبل 3 سنين هني متغير علينا عن 3 سنين. لا تغير مو ايه؟ بسنه واحده ولا بشهور. سبحان تغير. الله سبحان بس الله بس مع المواسم تغير. الله المستعان. فوق هني؟ لا الحمد لله. صراحه ابي اشوف بين البلاغ وبين وصول الريال كم تقريبا كم ساعه. يعني صراحه هذيل ناس يستحقون التقدير يستحقون كل شيء. يسكر عم يسكر. شوفوا يا جماعة أنا كلمت الساعة 3 بالضبط
الحين الساعة 44 دقيقة العصر، أنا كنت وايد أحاتي إنه يمسي علينا الليل وما يجينا أحد علشان شي قاعد أسوي عيش، ما كلينا شيء من ريوقنا. سكر الباب حمود، أمسك حبيبي. تفضل. ودك شغالة تصوير. أهم شيء حط 20 على 20 حتى 25 أخاف ينقص نبلش. صاخي يبغى رفع يبغى تنظيف. اي صدقت. تبي ازيد عن 20 ما عندي. لا لا حط 20. حمود تعال خليه يروح ياخذ رساله. يلا. خليه يدز حق حامد. اصور. اصور. قال له توثيق ها؟ كله. قول حق حامد لا انا دزيت له بس خليه يلقط خليه يدز له قول له لا. يلا ما. درسني بابا. خفيف. لا ما اخليك كذا بس معلش انا بس بشوف. حتى ما راح اسحب قول انا على وش المطلع. يلا الهوز. يحرك معي بس ها؟ اي حرك لانه هو على وشك انقلاب بس احبي بس احبي كثير احتمال انه عشان ما عشان يسمع يسوي شيء يطلع قريب. لا ما اذا هو هني لا كه عاش الموثق والله توثيقك صعب وعليك خي الله يحفظك وياك يا الله عشان يطلع شوي عادي بعد يجي لا ما يحتاج مثلا لا مونه لا خفيف بس خفيف ما تفرج منه. بسم الله بسم الله فش 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 لا لا ما شاء الله تبارك الله بس بس كافي 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 الحمد لله الحمد لله كنا حاتي اكثر شيء ان الوانيت يقلب لان كلش قاعد على هويه مو طبيعيه من قدام ها والله حتى بالبدايه كنت يوم بيسحبني كنت متسند كذي علشان اذا انقلب اوخر على الباب اوخر عن الدريشه ما اطيح برا خلاص كذا طلع خلاص الله يعطيهم العافيه فريق انجاد هذيله والله العظيم رجال يوم كلمته هم فريق كبير وشيء مرتب عندهم جروب وعندهم تطبيق لازم اشرح لكم عنهم تخيل انت بنص البر الحمد لله انه كان عندنا ارسال تكلمتهم بالتليفون انا مسجل تليفونهم عندي بسم الله ما شاء الله تبارك الله ايوه ثقيل ابو حمود ثقيل ولا عادي مشي الموتر على ولا على هاي قبل ما اكل او هاي لا العزم اقصد تعزم شيء اكثر انت فهمت لما تشبك لا ما لا يشبك اللي وراك انت ايش قاعد تصور الان صور بسيط ترى زهره شوفه ايوه جننتني عمو خفيف ادعس قدام شوي بسم الله الحمد لله على السلامه اللهم لك الحمد يا رب لك الله يجزاك خير الله يجزانا وياكم ويكثر خيركم اللهم ويرفع قدركم انت والفريق كله اللهم امين ويجزاك دام احنا فيها ابيك تعلمني على الفريق شنو الفريق شنو فكرته خلف على الهواء معكم الفريق وفكرته
جمعية تطوعية تبع وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية، رسمي من الدولة، رسمي من لا مصرح من الدولة، لكن فريق تطوعي كله شباب سعوديين، وفيه معنا برضو خليجيين وفيها أجانب. ما شاء الله تبارك الرحمن. فكرته يبحث عن المفقودين في الصحراء. ممتاز. إيه والعارفين اللي بالصحراء برضو. وتقريبا وصل عدد الحين من إلى 6000 عضو. اللهم بارك. إيه. اللهم بارك. كل وكند نصل إلى 500 بلاغ عالقين. لا إله إلا الله. إيه. ولنا إن شاء الله جهود على مستوى المملكة. الله يعطيكم الصحة والعافية. جماعة هذا رغم التليفون. هذا رقم قديم، هذا في رقم موحد ثاني، في رقم موحد بس ما موجود. بحط لكم البيانات كلها، في عندكم انستغرام؟ انستغرام وتويتر وسناب شات كل، بحط لكم كل تفاصيلهم. والله العظيم انه راح ينفعك وين ما كنت. سجل على الاقل رقم تليفونهم عندك بالتليفون. هذا التليفون موجود بس انه هذا التليفون اللي اتصل فيه، اي فيه هذا اللي كلمته انا. هذا كلام في رقم موحد جديد صح، شغالين عليه ان شاء الله. الله يعطيكم الصحه. تطبيق كبير وفيه تطبيق بعد تبع الاعضاء. يا جماعه والله العظيم يستحقون مو شكر. انا لو هني ما حد يجيني. حامد قاعد يقول لي اذا خاف اجيكم هم اغرز وياكم. قلت له والله ما الومك، لكن نفس التواير عام مسلم. الاماكن هذه احنا اصلا نادر نجيها. ما انا ما ادري مستغرب من كيف جيت هنا يا سعد. تمشي قاعد تمشي من عاد تمشيكم مشكله. اي والله الله يعينك. الله يرحم والديك. يقدر يكثر خيركم. الله يكثر خيركم حبيبي. خلاص احنا قمنا بواجب الفريق. الحين انت باقي واجب احنا. ابو فهد يا هلا يا هلا. شنو شعورك بعد خروجه من الغرازه؟ الحمد لله جزاهم الله خير. يوم سعوديين وما قصروا. يعني فنجادي ابو فريق فنجادي. فريق فنجادي. جزاهم الله خير. الحين طبعا شنو محمد؟ ايه؟ احنا لاحقينهم. طبعا. عشان يطلعوننا للايام. طبعا. ما راح اجتهد نهائيا. طبعا. ولا افكر راحت الشمس. طبعا حبيبي. ليش بالرطة حبيبي؟ لا ماكو رطة. والله وايد رطة ما شاء الله. هذيل ربعنا. السلام عليكم. سلامات يا الغالي. سلامات. اي والله سلامات. احنا بنرضكم والله نعطيكم غرزه وطلعوا زين الحمد لله. السلامه خيي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. هلا حبيبي. السلامه. اللوكيشن غرزتنا. اي يلا الحمد لله. احلف ولك هاي ترايك حساس خلي. يلا الحمد لله. الحمد لله. عبى 600 خله. ها وين الصاج حاول يصاج؟ ها يصاج. تفخون توايرهم. تبغى توار الباقي ولا بس هذيله؟ بس واحد باقي. السيرفر دعميه حاشت مرتين على اليسار. حاش ابو ايوب. تقول شاك برايزر متوفي حجي. مسكين. ايش شكله كرنك. وصلنا مخيمنا. اللهم لك الحمد. الربع قواكم الله يا الربع. سليمان الله يعطيك العافيه. وانتم الحمد لله على السلامه. انت اللي الحمد لله على السلامه. اي والله وايد الحمد لله على السلامه. مو شويه صوتي راح اقول لك. هناك على طول تجهيز العشاء اللي هو الغداء والعشاء ويمكن ريوق باكر بالمره. قواكم الله. اخوي حامد شنو ضاغطيني شكلكم رسمي. رسمي ضاغطيني. لا تفهمنا صح. ما اقدر افهمكم صح اصلا. الله يعطيكم العافيه. قواك الله يا العود. اقويك. الله يعطيك الصحه والعافيه. والحمد لله على السلامه استاذ حامد. ابو ايوب وين ابوي بعد؟ ابوي كاهو. الحمد لله على السلامه. يبا هلا حبيبي. الله يحفظك. اي ضحكه وضحكه وانت اللي وراي ضحكه. ضحكه وادري انا اعرف سوالفهم. الحين بس باقي ان شاء الله سعود الفلشاوي بالطريق مع حسين جلال الفلشاوي. يا داخل بهذه. شوف اكثر انسان يسالني الهم لو يدري هم راح يسالني يقول لي وين نغسل اللحم؟ عندك حنفيه عندك حنفيتين. لا وين نحطه حبيبي؟ اصحى يا نايم اصحى. بطل الدرج راح تلقى وايد اشياء. سوي اللي تبي. حلالك السياره كلها حلالك. حبيبي والله الحين يسال لي اي درج افتح حبيبي. هاي باي كبره. الحين اقول حق ولي شنو يبي واخذ من السياره. خليك تعال تعال يلا خلنا نصلي اول. ابوي توضى متوضي جاهز. اي خلنا نتوضى ونصلي الحين. نصلي المغرب والعشاء ونقعد. الله يعطيك العافيه العود. تعال تعال اعطى بوسه شوف شلون. تعال يا حبيبي وين راح؟ شوف كاف كاف.
يا حليل. هلا 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 يا سبحان الله. تعال يا اخي، حتى فار البركش، فار البركش خي. شوف شوف عمود العود ايش قاعد تسوي لنا؟ العود مرقه لحم وعيش مشخول. تعال مرقه لحم وعيش مشخول. اي عمود سوي سوي اهوش لك. طاولة واحدة ابو حمود. البصل. ما فيني شد اسوي. شدلة شدلة شدلة. سلام عليك يا سلام. مرقة لحم وعيش مشخول. فاخذ لذاذة عاد من ايد العود. هذا مساع مو سويت انا عيش بالشسمة يوم غرزنا. فنبي نسوي عيش زيادة عليه. ونسوي مرق. وانتهى الموضوع. والفار هني يتمشى يتمشى. اخوي مطبخكم مرخص من البلدية؟ كل شيء مرخص اخوي. ما قلت اخوي احمد صامعك. ايش ما صار معاي؟ الموشة طالع. الحمد لله على السلامة يا الربع. الحبيب الحمد لله على السلامة. هلا ابو محمد. هلا بالمغرز يا هلا ومسهلا. هلا هلا باهل التغاريز كلهم. جبت امل معاك والله. بغينا نطبع تحتك. بغينا نطبع. هذا كله من الوالد يوم كان بس الله ستر رجعنا شوي. صدق والله يوم صعد مهني وانت قاعد تصلون. ايه ولا يبربر الجيب. كنت بسويها سعود ما يبين شيء ظلمه. كان سويتها عشان سويتها هناك. قال انت تعرف سيارتك. قلت لا لا اوكي. قواصه. قواهم الله قواهم الله. رحم والديك. على السلامه. الله يعطيكم العافيه. الله يسلمك حبيبي. هاي يبا عسى مرتاح الليله. ماكو نوم يبا. يبا هم واحد انت. ليش عمي ماكو نوم؟ اطفالنا هاي قهوه بيها شو اسمه مسمار. لا والله طيب يابا. قال قصيده هلو. لا حمد قال طيب يابا. لا حمد يقول لا يقعد لا لسبك بالمخمه. يا رب لك الحمد. الحمد لله اكتمل العدد على قولتهم. عجن المعجون. عجن المعجون. سلامات سلامات محمود. الله يسلمك حبيبي. والله الصوت الصوت راح. بخاخ مال الحليق هذا موجود كله موجود. مال التانك ومال الربو ومال القزي شو اسمه هذا البلاعيم كله موجود. كمام جايبين بوكس عندنا. اي نعم. سكاريب سكاريب مو شباب. انت وين والشباب وين؟ كلكم سكاريب. الحين ما تزوج بعد. منو؟ ما يخالف ما يخالف. عرس حمي الماجد يوم الثلاثاء الجاي. عندك خبر؟ عندي خبر. خلاني والله. خلاك؟ وين اشوفك؟ عسى الله يوفقه يا رب. يلا الفالك يا رب. الفالك يا ابو ايوب. ابو سليمان شنو؟ قولوا لك فالك ان شاء الله. عجبيني ان شاء الله. لا الفالك انت ابو ايوب. فالك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ايوب تبي ادور لك؟ الله يخليك. تبي ادور لك؟ الله يحفظك. تسمعكم سليمان ان شاء الله. انا ادري وايد ناس راح يسالون بالتعليقات وين فانزاتي؟ داود فانزاتي يا جماعه هالمره مريض، هالمره هو مريض. كان بي ويانا ومسجل اسمه ويانا واموره طيبه لكن قدر الله ما شاء فعل مرض الانفلونزا هذه اللي حاشت يمكن العالم كله اللي تقعد لها اسبوع اسبوعين ثلاثه تروح وتجي تخف ومره ثانيه ترجع. الله يعلم هذه شنو كورونا ولا بنت عم الكورونا ما ندري. انا حاشتني طيحتني اسبوع بالبيت لكن الحمد لله على كل حال. أمورنا طيبة. فدعواتكم لا بالشفاء. أسأل الله يشافي يعافي يا رب ويشافي كل مسلم. هذه خيمتي. خيمة الأمير. هذه خيمة الملك. هذه مو خيمة الأمير. ما شاء الله. سليب باقي. وتحت السليب باق حطيت هذا مثل التفخ. علشان ظهري. لأن الظهر كلش يا جماعة كلش تعب والله. شيبنا. وهذه كشتتنا يا رب لك الحمد. الحين نرتاح عاد. ناكل لنا لقمة. قاعد نسولف تالي عاد نحط راسنا وننام. وباكر باكر ركاده. باكر ما في دوله ولا تمشي ولا بطيخ. ان شاء الله نقعد نغرز مره ثانيه. هاي الربع حاشنا هوا تو. هب هب والله يلا طيب. سبحان الله. شو راح اسوي كذي شو راح؟ الخيمه بغيت نحاش ما كنا حاطين لها اوتاد. سكرنا البيبان والجدر هني شغال ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طال غبار اللي على الجدر والله. هذا كله من توه. شوف الغبار هذا سبحان الله. بس جاتنا يمكن دقيقتين كذي. هو قوي بعدين خف. بالعافيه ابو سليمان. الله يعافيك. الله برقت وراك توك.
يقول الكينج بينت فعوله اليوم معاملات؟ فقلت سلم لي على الكينج. لا لا الله يستر ما كان خالص. ما رايك كل مره هذا تفلت على السياره؟ كل شيء فايل والله. انت تفلتك طاهره البيت ده طاهر. شو تقول تو على سياقي قاعد اسمع لك انا من هناك؟ انا قلت يقول انا خفت اليوم. يقول انا خفت. انا خفت اليوم والله خفت. وين وصل يقول؟ وين وصل قلبك؟ قلبي يصعد ينزل يصعد ينزل يصعد. ليش ليش حمود شنو شعورك؟ عطنا شعورك اليوم. تكفى تكفى تي للذكرى للذكرى عشان لا ننسى. بس هو شنو كان قالب السنه اللي طافت؟ اي صح يقول خاف الشعور يتكرر. كان قالب قبل كورونا بالنفود. ها مشقلبها مشقلبها. اي من قلب باللاند. كان لاند الازرق عشان تذكرون بالكشتات موجود انقلب. كم قلبه؟ والله ما ادري. لا وصلت تحت طب من زاد اخوي شعود دافه يعني والله لازم حزام الامان اخي. زين ربط حزام الامان على قولتك. كان مربوط. لا لا اليوم اليوم الشباب يسأل الله خير منجد دافن القاعده ماسك الحزام. من من هو عاش واحد منجد هذا تلبيس اللي هذا بدور ها كنا بهباش عاش اللي بالافلام عرفته. لا لا ما قلت لي. ها ايه شعورك يا ابي شعورك شعور صراحه. تقول قياده ولا مو قياده ولا شنو الوضع؟ والله قياده ما شاء الله. انزين ليش مو عاجبك؟ رعب حجي قاعد رعب. يا لما ما في دبل والشباب يعطي حج الموتر يعطي يطر يدق يدق. ها شلون المعاون صراحه الامان الكينج جزاه الله خير. مو الله يبارك الكينج. الكينج اللي مسويه كافر جزاه الله خير. لا لا قصدي يعني انت جزاك الله خير. ركبها اي ب 1000 دينار مركبه. والله يسوى صراحه 2000 يسوى اليوم 2000 صراحه. اي والله انا اشهد. والله والله عامد ليش ما تركب وياي؟ بعد الاخراج اقول لك ليش ما تركب وياي. لا انا الكشته الجايه اي ما راح اركب وياك سامحني يعني. ليش؟ راح اجيب سيارتي. ليش؟ المعشر لو 3000 كيلو من الكويت اي انا بروح بسيارتي. ليش؟ عشان الدبل يختلف ولا شنو؟ لا لا ها امان راحه واستقرار. انا اشوفك اشوفك ساكت يعني امورك طيبه. طالع العافيه خي والله طالع مسوي شيء عجيب متكاين. تروح مع حامد قال لي ما فكر متحمس مره اركب ويا حامد. حمل ساكت حمل ساكت. والله ما ادري ايش اقول لك. والله المشكلة ماكو توثيق بالطريق. انا عادل انا عادل. شنو؟ المفروض تفر الداش كام داخل تصدق؟ اي نزل حق شغال داش كام صور قدام ورا. انا بحط باستغرامي فيديو شمخر هذا. شمخر 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 راني بحط. تعال انت مصور؟ بدبلجة. لا بس هذا ولا شيء. بدبلجة صدق اتوقع تشفط يزيد عن يزيد الراجحي بالرالي. لعيب وين وين يزيد الراجحي وين ما شاء الله ما عنده قلب. انا اقول لك شو مسوي انت؟ والله مو مسوي شيء. خيي العرق يلا شي قصه قصه. شاف بس طلع سقاط القير. طريبي 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 طريبي. لا بدك تعدل ها تعدل. عطاك البريك هذا سوالك بدك عطاك هذه لوحه لوحه لوحه. هذا اللي صار اليوم. راحت اللوحه والله. هذا اللي صار اليوم. ما شوف ليش انا انكسرت الفيديو. شوف ايد كذي ايد كذي. طالعين من البلد طالعين طالعين. طالع يمين ولا طالع سين؟ طالع يمين ولا طالع سين؟ انا هاي البوم بوم بوم انا بطالع سين. شوف ايش حكي شنو؟ والمشكله ايش والله اغلبهم الصعدات سهلات بس ماخذ الحمام زياده. بس واحده من الصعدات صعدت ما في دبل اخاف اوقف. اسمع اسمع السالفه صعدت كذي قوم قوم. انا هني شنو لما شفت الموضوع كذي اول ما صفطنا ما ايش حقه كان اركب وقت عمي والله تقعد زياده. والله تقعد اقول لك تقعد زياده عمي راحتك انا هاي راح اجر عمي شاف شنو صعده شوي او اولها كانت سهلات اخرها خطره كان يقول له لا لا خطره خطره شو تعدينا احنا السهلات خذه فوق تحت ما قدر يكمل انا ما قاعد اشوف يرد كان اقول له رد ترى سهلات اولها سهلات تصعد وعن راحه تكفى تركز عن راحه تصعد تنزل عادي كان الحين انا قاعد ورا قاعد طالع صعد هو سهلات يمه بقارب قارب كان اقول له بس ابو حمود انزل يبي يعطي هذا شاف سهلات زين شعور عمي عمي ابوي شوف شعورك عمو فهد ايش رايك؟ كلام هذا صحيح الكلام؟
كلام صحيح بس المكتب استعمال استعمال مدير مزاد مزاد يعني مين بلا مزاد يبيها اللي بيشتري عزل انا بيربح مو ماشي مو ماشي شيء 470,000 ولا شيء استعمال حشمه خي مشيت بيت مشيت فقط قال لك استعمال مدير هني استعمال هذا لا يدري عنه هذا باباري مدري الغالب كان يقول ابوك لا حطني انت حطني انت لا عاد تقرب يعطيك العافيه العود عافيك تسلم ايدك حكوك الحكوكه عظم سلام شيء بسيط يعني اي كله مره كل خير طبخات خفيفه انت ايش فائدتك انت ايش تسوي انت يا حبيبي انت يا ابو احمد الله وراك الماعين بتغسلها والهانة عليك الماعين الرمل والهواء الشافي يا سلام لعبتهم لعبتهم الرمل سهل عليك الغسيل اصلا مع الشافي يغسلون بالرمل هم يكروش اشيلك رسمي يا سلام سلام لا انت ايش فيك؟ تنطرني صح؟ تنطرني اكل صح؟ مثري هذا هبل من اي ما شاء الله تبارك الرحمن واحد من نابع المخيم ان شاء الله ايه البطاط دايب الله يعطيك العافيه العود يعافيك تسلم يدينك تعرفوا شبه يوم يوم المخيم صباحكم الله بالخير اللهم لك الحمد عقب العشاء نمنا البارحة سوالف شوية ونمنا ما طولنا لأن هوا شمال الحين دار شمال برد سبحان الله سبحان الله هوا شمال يجيلك برد الهوا الكوس يجيلك رطب وشوية في حرورة الشرجي هم نفس الكلام شوية رطوبة وفي حرورة لكن من يدور شمال سبحان الله يجيلك البرد سبحانك يا رب يعني عادي الكلام هذا كله عادي بلحظة كذي من يتغير الهواء على طول يصير برد هذا مكاننا الحين نشوف الشباب نسلم عليهم نضبط امورنا ما ادري عاد انت رايق الحين ولا انت رايق متاخر صباح الخير ابو احمد يعطيك العافيه تسلم ايدك صباحكم الله بالخير صباح الخير يا مرحبا صباحك الله بالخير هلا عمرك هلا بالعود يا هلا صباح الخير يا العود صباح النور هلا حبيبي ابو سليمان صباح الخير يا مرحبا وليدان لا ما يأذي احد وليدان من يقول لا والله بينا مسكين قال شت في شت في قول له عور شت في مسكين ما سوى شيء وحط راسك على شت في بس 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 اي لا عوايده عوايده فاقد حنان جابري صباحك الله بالخير صباحك الله بالنور اوه في انسان هناك حامد صباح الخير يسوي روح هناك يعطيك العافيه هذاك استاذ سعود رايح يتمشى هناك يمكن احلى وقت حق التمشي الحين عقب الشروق الحمد لله رب صلانا الفير الحين طلعت الشمس تقريبا بس الحين غيم لكن احلى وقت حق التمشي الحين متى يصير الوقت الميت بالكشتات لما يصير الضحى من الساعة 10 تقريبا من الساعة 11 تقريبا ليه الساعة 2 هذا الوقت ميت خلاص يا واحد يكون دايخ يا تعبان اللي هو استغفرك الرحمن شوف المناظر مناظر النفود يمكن ما يعرف قصدي إلا اللي جرب الكشتات ولا الطلعات بالنفود لها جوها سبحان الله لها متعتها شوف شوف وليد كل شوي يوقف ويصور طيب العافية العود اللهم الله طبعا النفود اللي امس وصلنا لها لا حدث ولا حرج هذا ما تشوف كذي بس رمل لا لا رمل وقرطه كبار تبارك الرحمن جروم كبار هيك هاي الشمس شمس الشموسه ما شاء الله اوريكم بس تمشي الرمله انعم من الناعمه وسبحان الله الرمل صاير ذهبي ذهبي على برتقالي على هذه رملة نفود لدهان أتوقع عرق لدهان هذا كامل ويا الهوية هني أوف
يجي السيارة وطب يبوي تخرع تخرع والله ما أدري بين بالتصوير أنها كبيرة تخرع ولا لا ما أدري وايد تطيح هذا البر هناك ما شاء الله ركبت مع حامد المتهور أنا خاف أركب مع ناس متهورين ما أنا متهور ايه انا انت تخاف ما شاء الله درجة الحرارة 15 ما شاء الله اي لان ما عندي درجة الحرارة لا لا عندي عندي بالعداد اللي مراكبة يجي حرارة مالي والله داخل السيارة مو برا لا لا يقرا صح يقرا صح انسايد انسايد صبحكم الله بالخير يا الربع اي هذه الشابة الزينة هذه حزتها حامد سويت قهوة يا بعد عمري والله رد صوتك لا وين بس مقصر عشان لا يروح اقول ترى انا مقصر المواعين ها طيب نايم غسلت المواعين القهوه اللي انا مقصر المواعين فيها والله انك كفو انت كفو والله ما حد يغسل المواعين غيرك طيب بسم الله يا سلام صباح الخير والله صباح الخير اي والله صباح وايد خير حامد والله انك انت مسوي القهوه اي والله انك ريال شوف هذا اللي اقول عنهم لا انت من زمان ريال خلاص شاي بعد ترى والله انك كفو ليش ثم انكفو ثم انكفو شاي طيني ليش شلعت الزرعه اكلها شوف شنو هذه قاعد اقول له هذه مو الرمت الثاني هذا هذا وين الرمت وين هذه لا يبا مو هذه رمت هذا حبك حبك حطه مع الشاي سعود قاعد يطعس يمنا يم مكان خيمتنا وغرز عبالك ما اخليه لازم اطلع بوانيتي حق الشماته ايش عبالك عبالك اخليه لا ما اخليه هذا شيء هي اوه تذكر ها ان انا عندي الدبل خربان دبل ما عندي انا هنشوف راح فيها سوده هاي باي تبي تشوف الشماته صح لا رايح اقعد خشبي الله يعطيك العافيه ها اخوي سعود وين رايح انت وين بتروح بطلع سيارتك المغرزة طافة طانة لا لا يا حبيبي كلام ما يمشي علي هذا أخوي علي البطاط ما حد يطلع لنا لا أنا اللي بطلعه علي البطاط ما حد يطلع أنا حالف إنه ما يطلع إلا وانيتي صدق إنه راح أطلع بدون قلص بإذن الله صدق إنه راح أطلع الحين بقلص وأنا ما عندي دبل خربان أنا قافل السيارة هو لازم صدق إني أطلع وأنت قافلة ما بيك طلع هذا بطلع فوق هذا كيسال معنا يقول انا صافط طالع طالع والله يقدر طلع لا تحلف لا تحلف وينه وين القص وين القص والله اخوي سعود شنو شعورك يا جماعه والله العظيم صراحه ناس ما تستحي ليش وشنو انت ابو امجد اقول ناس ما تستحي ليش يا اخي شوفوا يا جماعه صافط يا من المخيم انا مخليه كذي ما اقرز يا ابن لك الحج ما اقرز الا يبي طول يبي اشوفه انا مخليه مقرز يا تعال خله لا لا يا حبيبي يبي طلع بيقول له اسمه عشان تتذكر ان هالشايب قاعد يطلع جيبك ها لا بدون دبل ها بدون دبل خربان دبل خربان بعد يا ابن الحلال لحظه تعال انا مخليه لا لا مو صحيح بطلع بعدين مو صحيح مو صحيح حط باك زين حط باك مو صحيح يا جماعة شوفوا انا ما بغيت اطلع انا صافطة اللي يبي يقول انت صافطة ها والله صافطة اقدر اطلع شلون يلا شوف والله وقعد له قاعده يطلع عاش شبل بدون دبل ها؟ ما في دبل خربان والله بس يلا روح يلا قول له بنت سعود Thank you.
الوريد شاي ولا ما طلع؟ طلع طلع. والدبل خربان ولا ما طلع؟ طلع. أذاننا بسفارية. شنو شعورك؟ أوه حد مستانس حد مستانس. ها سعود اليوم يوم سعود ها سعود اي طلع 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 هذا قش هذا قش اي بروح يلا يلا اصعد فوق اقول لك يلا 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 سبعة مفشش؟ واحد وثق 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 يقول مفشش السبعة بعد الهواء والله سبعة؟ ايش بقى بعد على الرنق بعد؟ حامد شو تقول عن استاذ سعود؟ اوه طالع هذا ما في تاير البنشر ولا انت فاشل؟ مسكين طالع شنو هذا؟ والله من السماء الكثر وما طلعت؟ يطلع. والله من السماء الكثر وما طلعت؟ هذا حتى خمسة ما في. إيه ما في. وين هذا؟ هذا سبعة سبعة. هذا سبعة. أي سبعة؟ هذا أقل من سبعة. وين سبعة؟ هذا أقل من سبعة. هذا ما في هوا أصلاً. أو هذا كم؟ هذا سبعة. هذا قاعد ينسم والله. حجي روح. أنت سفاري والله لحين عندك سفاري؟ حبيبي دفلك خربان إيش فيك؟ أنا دبل ما في خربان دبل ما يشتغل بس تايرين. وين ماشي أنت؟ أنا ماشي بعرض النفود جاي من أمس ها؟ أي. عندك خبر ولا ما عندك خبر؟ دشيت. أو صعد صعد أشوف. والله العظيم طالع طالع التوار شلون لا هذيل يقول اوكي 10 هذا 10 هذا من شنو مغرز كان يا جماعه شوفوا فتك وفتك ذبحني شو يسوي مارس هوايته الله من اجمل الهوايات شوف هذا شوف هذا علاوة غسيل بعطيه شوف شوف بعد مرتب ما شاء الله سكع قوة الله يعطيك العافية أستاذ حسين أستاذ حسين أنت شنو وظيفتك أساسا؟ أنا؟ إي أدلع ربعي بس والله ما في مثلك يا أبو 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 أحمد أدلع ربعي زين أبو أحمد نعم شنو شعورك وأنت بغسل المايه أبي ودي أحس فيك والله شعوري يعني شعور صجي ولا الكذبي؟ اثنينهم شوف الليفة شنو حاطينها الكذبي حط رمل يطير الدهن عشان الدهن ايه والتيفال زي شلون عليه ما يشوف شر شفت التيفال داعم التيفال هوي سوي حادث الوانيت ايه الشعور انه ما بي يعني الاكبر مني سنا ومقاما وهذا انه يعني يقصون المواعين يعني الوالد الله يحفظه شقرد بسم الله عليه جزاه الله خير الله يحفظه يا الله خير اللهم بارك نزع قبله يعني كنا احنا اصغر منه سنه زين وغير الوالد ابوي اذا ما كان بالكشتة هم نفس الكلام اذا ما يعني قلبي ما يطاوعني يا عمري والله مو ريحه الصابون تحس تحب طعم الصابون كذي ها ريحه الصابون يعني شوف بعض في شباب يعني تخصصهم شنو مثلا يعني مثل سعود تخصص يغرز اي يغرز طلعه وكذي ياذيك في شباب يعني مثلا يطبخون في شباب كذي وصلنا حق الماء هذا مربط الغسيل هذه مرحله ما حد يحبها وانا عندي يعني عادي هذا مربط الفرس زين واذا قال لك والله واحد ما احب اغسل المواعين ولا ما احب اشتغل بالكشته ابي استانس وامشي ربادي بالعربي ربادي هذا ابد تحطه بالبلاك ليست وتعطيه بلوك كفو نعم بدون حيه ابد لا حيه ولا مستحي ابد لانه هو يستاهل اي اخوي بي معاكم لا يبا اقلب وجهك استريح ايه يعني ربع تعاون ما ادري يوم انا يوم سعود بس انت صايديني كل مره غسل المواعين صوت لا الكشت اللي طافت صدت استاذ سعود محامي غسل المواعين سعود مره حامد كنت مرة محامي جدا في محامي مثل ما تقول يعني هوايه سابقه يعني زين والله واحد قال لك عيب عيب اقول لك نقاب البس نقاب يقول عيب
عيب عيب اسمع اللي يقول عيب خلي جات بيته لا يطلع مع ربعه ويثقل عليهم. كفو كفو والله. انا شيء ابو احمد في ابوي عنده سؤال. ابو احمد عشان شامبو حق غسيل والله الرمل تمام ما لنا نفوذ. شوف الرمل يا الربع يغسل برمل يحط صابون يحط صابون ورمل خلصت. هذا حاطين فيه ذنبه شو يطيرها صابون. اي صابون حط طال عمرك رمل. امس يوم شربنا قهوه مالت الاسبوع اللي طاف ما ادري شلون طاف ولا ريحه اللحم فيها. ريحه اللحم شاربين فيها ماي اللحم. الاستكانه الاستكانه انت طبعا الاستكانه بالفنايل انت اللي شارب فيها. وانا استاذ محمد بلوشي وانا قلدته. فنايل كلها ريحه لحم. لا وكانوا الشباب يواعه. اي فرق فرق برمل النفود فرق. سبعه بعدين ها انت سبعته بالرمل عشان يروح الدهن. شوف شوف ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ما انت دارس برا؟ لا لا دارس جامعة القاهره. الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه. زين انت شنو كان شعورك شنو كان شعورك لما كنت قاعد تشفط هناك قاعد تغرز قصدي؟ والله عادي بس بصراحه بس اقول لك شيء ان هذين الاثنين مو قاعد يفتهرون اول ما اصير معي. اي انت مثل والله. صدمتي يوم اشوف الدبل خربان. لا هم. بس الدفلوك الحين ايقنت اني لازم اسوي ضروري صار كم سنه خربان ضروري. لكن لو بروحي اذا سمح الله ولا شيء تحفر يطلع ترى والله يطلع. اي يطلع بعد طحسه. اي بعد مو نفس الوانيت وايد اسهل. بس تبي اقول لك شيء تبارك الرحمن سياقتك وايد متعدل عن قبل. الله يطول. تخيل انت قبل وايد كنت تخاف لما تسوي هالسوالف. اي والله شفت انسى انا صعدت هناك. هناك ما شفت ابوي قال لي كنت ورانا ورا بيننا وبينك الخيمة. فوق صعد فوق صعد؟ اي فوق ما شاء الله. هلا يا باي. ابوي ناديني. ياك ياك ياك. مجتهد دراسات عليا قاعد يدرس. دراسات عليا قاعد يدرس؟ الله يوفقه ان شاء الله. اول مرة اشوف المنظر هذا. يبون لك شاي يبون لك شيء ريقو. وينه؟ يعني تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. شوف يقول لك ابي كهرباء. جزاك الله خير. كلنا مش مالك الدكتور ان شاء الله. امين. مالك ان شاء الله. بروفيسور ان شاء الله. ان شاء الله. عسى الله يوفقك. قول امين. شنو قاعد تدرس اخوي محمد؟ والله عندي تحضير حق الحين هذا للذكرى ترى. ها اذا الله احيانا وتخرجت وتوظفت بتصير دكتور؟ او اذا سقطت ما كملت هم صح نفس الوقت. لا 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 فعلا ولا فعلك. شنو قاعد تدرس؟ عندي تحضير كتاب تلويس ابليس. ابن الجوز رحمه الله. وشنو المرحلة الدراسية اللي قاعد تدرس لها؟ ماجستير الحين. ما شاء الله تبارك الرحمن. وين قاعد تدرس؟ جامعة الأردنية. جامعة الأردنية. وقبلها وين؟ جامعة الكويت؟ جامعة الكويت. أي كلية؟ ايش فيك استحيت محمد؟ ترى عادي داشة نوم وراك وأنت قاعد بالخيمة. مهم يعني علامة. لا والله عسى الله يوفقك. عسى الله يوفقك. تنصح بتكملة الدراسة؟ والله اللي حقتهم توشة فرصة يكمل. زين الحين انت بكشت وقاعد تدرس، شو تقول حق اللي يقول لك والله ما عندي وقت اكشت؟ لا لا دراسه او امورك ترتيبه ترتيب ما تخلي الدراسه تولي. نعم خليها تعب المروه. اي نعم كفو. كان الريال قاعد يدرس تبارك الرحمن بالكشته. الله يسلمك. عسى الله يوفقك يا ابو سليمان ونشوفك يا رب من اعلى لاعلى يا رب. دكتور دكتور قد الدنيا ان شاء الله باذن الله. عسى الله يوفقك. انا اسف قاطعنا عليك حبل افكار. براحتك براحتك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله يوفقك. امين اللهم امين. ها يبا رمث 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 شارينا ترى مو لا لا والله مو شارينا. هذا ابوي قاعد يلقط اللي طايح بالارض ميت. هذيله لعو العيدان الميته ننظف البر وهم نداوي عيوننا. اي وريحته ايش حالاتها. الله يرحمك يا ابو خليفه. منو هذا ابو خليفه الله يرحمه؟ محمد المزين الله يرحمه ويغفر له. كنا نيبه ولا كشتنا نيبه احط بالديواني الله يرحمه الله يرحمه. طبعا لازم تحط شيء تحت الضوء يا جماعه علشان البيئه قانون البيئه. تحطون قصدير ولا صاجه ولا شيء إيه؟ وادفنها علشان الذهب في المنظر. ادفنها عادي ماكو مشكله. هلا اخوي سعود تعال تعال شوف تعال شو اشوف. هذه نصيحه حق اهل بار لازم ماكينه تفخ. اي والله كل واحد لازم يخلي بجيبه جنطه ماكينه تفخ عده بنشة. يوتيوب يعلمونك كل شيء. حطهم جيبك طال عمك. وفوقهم شنو؟ شنو؟ فوقهم القلص. وحص ان القلص يكون معاك قطعتين. هذه احتياط بعض السيارات. اي ضروري يحتاج الوانيتي. انا ما تركب الا بهذه لان بدون هذيل انت ما تدري. يمكن حتى معاك واحد لكن ما عندكم قلص ولا تستفيد ولا شيء لو تغرز انت. اي لو بيساعدك ما يقدر يساعدك الا اذا عندك اغراض. اي والله قلص زائد ماكينه تفخ هواء
حق التواير وعدة البنشر. والله يا جماعة وايد ضرورية. وتبي بعد فوقهم زيادة اللي هو الاشتراك هذا عرفته؟ اي والله الاشتراك البطارية حاطها انا بوانيتي ضروري. أي والله الاشتراك بس نزلونها من السيارة خصوصا حق الصيف. اي نزلها من السيارة اشحنها وطلعها وياك بالكشتة وكذا. الله يعطيك العافية اخوي سعود. الله يعافيك اخوي احمد. هذا نصيحة مقاز. شنو؟ تكفى يقول لك غرز تغريزه قويه عشان نضحك مره ثانيه. قول له هيو 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 صوتي رايح ما اقدر اسويها. هذا مكاننا يا الربع. شوف لما تطلع البر خلي مكانك دائما نظيف حتى اثناء قعدتك مو بس لما تمشي، يعني علشان لا تشوف حادث دار مدارك كله قراطيس وما ادري شنو محذفه. هاي قراطيس مرات قبل ناس قبل لا طالع هني بطل هني خيشه ما ادري شنو. هذا شيل اغراضك دائما عسكم الله الزباله دايره تقطها على طول الجيس. هذا كيس معلق هنا وفي كيسين معلقين على وانيتي وفي عندنا درام الزباله العود حاطينها على القاعده. الله يعطيك العافيه ابو احمد قواك الله حبيبي. شوف مثلا هني قاعدتك مرتاح انت قاعدتك نظيفه. هاي كراتين تو سعودي جايبهم ماي. هذا طاح كدرام الزباله عندكم الله طايح والزباله هناك ميمعينها. يعني كل مكان حط لك كيس زباله ويجمع. خلي مكانك نظيف اول باول ترتب صح؟ صح. ايش في صوتك رايح انت؟ في صوتي. هذا منو منو حسن؟ حلو منو منو اللي يسلم عليك؟ رايح اصلي وانا راجع دوام. هلا ابو احمد. طالع وين ما عرفت ايش اقول. هلا والله هلا بالحبيب وسلم علي وخبرني وبوسه وبوسه وبوسه. ايش اقول اسمح لي طول العمر ترى انا مروج ما مذاكرة. ايش اقول انا متابعكم انا من فانزاتي. ما قال لك على معين؟ سلم على الشيخ احمد والله اشوفك انت تغسل وهذا قلت له مشيتوها صوره صوره كاو سيادة المحامي الله يعطيك العافية كفو عليك. شبكة اذا ما نكمل بعضنا نعم هني وهناك صح. شبكة شبكة وزارة العدل كلكم ما شاء الله مطر مطر. اللهم اسقنا الغيب. ما شاء الله شو الغيب. شو صار؟ يعني حتى لو الموضوع ما يمشي احاول امشي خصم. تحاول تمشيها؟ خاصة لما يقول لك غسيل ماعين. يا الربع بسولف لكم عن فضل قضاء حوائج الناس. امس فريق انجاد الله يجزاهم خير قضوا حاجه وايد مهمه بالنسبه لنا ان ساعدونا وطلعونا من الغرابه. سبحان الله اذا انت ساعدت اي انسان بأي طريقة كانت سواء مثلا غرازة ولا سويت له خدمة ولا مثلا سلفته ولا كذا أيا كان جميع طرق قضاء حوائج الناس سبحان الله أجرها عظيم. بقول لكم يعني شغلات من فوائدها أو فضائل قضاء حوائج الناس بالترتيب. رقم واحد الله سبحانه وتعالى يتكفل بقضاء حاجتك. يعني أنت اليوم قضيت حاجة فلان أنت يا الإنسان الفقير قضيت حاجة فلان الله سبحانه وتعالى يتكفل بقضاء حاجتك أنت. يعني شنو الله سبحانه وتعالى إذا تكفل بقضاء حاجتك. رقم اثنين أفضل يقول لك أفضل من الاعتكاف في المسجد النبوي. يعني قضاء حوائج الناس أفضل من الاعتكاف في المسجد النبوي شهر. طبعا اللي يقول لكم يا جماعة كله عليه أدلة يعني أدلة من القرآن وأدلة من الأحاديث. بقول لكم بعض الأدلة إن شاء الله من الأحاديث. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة يقول لك هذه أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى اللي هي قضاء حوائج الناس. رقم أربعة يثبت الله قدميه على الصراط. شنو تبي أكثر من أن الله سبحانه وتعالى يثبتك على الصراط المستقيم يوم القيامة. احنا كل يوم نقرأ سورة الفاتحة بصلواتنا كلها. شنو الآية؟ الآية اهدنا الصراط المستقيم. يعني أنت كل يوم قاعد تدعي أن الله سبحانه وتعالى يثبتك على الصراط المستقيم. فقضاء حوائج الناس بإذن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى راح يثبتك على الصراط. هذا رقم أربعة. رقم خمسة الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمورك. شنو تبي أعظم من أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمورك. رقم ستة اللي يقضي حوائج الناس يكون في ظل عرش الرحمن. شنو تبي أكثر من هذه الفضائل. يا رب لك الحمد. ديننا دين سمح. ديننا دين الدين الإسلام سبحان الله بكل شيء تسويه لو تحتسب الأجر لك أجر. الله سبحانه وتعالى ما يضيع الأجر نهائيا وكل شيء لا مقابل. إذا اليوم تتسوي بالدنيا راح تأخذ لا مقابل بالآخرة. بعطيكم بعض الأحاديث في فضل قضاء حوائج الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يكون في حاجة أخيه يكون الله في حاجته. هذا في صحيح الجامع. وفي حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا في صحيح مسلم.
طبعا هذا الكلام كله الشيخ فرحان عبيد الشمري الله يجزاه خير بكاتبه بتويتر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد يقول أحب، يعني قضاء حوائج الناس بالنسبة لي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي اللي هو المسجد النبوي في المدينة شهر. بعد أعطيك دليل: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبت يثبتها له ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. هذا في السلسلة الصحيحة. يعني تبارك الرحمن، أنت تقضي حوائج الناس اليوم، والله يا جماعة ما تدرون إيش كثر دعيت حق اللي طلعونا أمس، وفريق الأنجاد كله يمكن ما يدعيها إلا أم حق ولدها الدعوات اللي دعيتها لهم. ليش؟ لأن فرجوا عني كربة ما يعلم فيها إلا الله. بنص البر سيارة واحدة كنا، طبعا هذه أخطاء كلها أخطاء اللي صارت، وما كنت متأكد أن الدبل شغال ولا لا. الدبل بداية كان شغال وياي اللي فور ويل، لكن اخترب وإحنا قاعد نمشي نفس ما وريتكم الفيشة المكسورة افتلتت. بغض النظر عن اللي صار كله، إحنا بوقتها كنا محتاجين أحد يساعدنا. سبحان الله ما قصروا الفريق هذا، وما تدرون يا جماعة والله العظيم مش كثر ارتحت يوم وصلوا. بوقتها كنت حاتي وافكر والشباب يشتغلون وما ادري شنو، ومن كثر ما قلت خلاص اتوقع انه راح تظلم الدنيا علينا واحنا قاعدين على ما يوصلون الناس. سويت عيش، وليد قاعد ما ادري محمد قاعد يسوي شاي وما ادري، واللي قاعد يحفر تحت السياره واللي قاعد يحاول واللي كذا، وليد يكلم بالجهاز بالايكم، يعني بالعربي متوهقين حدنا. بس اللهم لك الحمد اهل الخير موجودين والدنيا بخير. يانا واحد من فريق انجاد وطلعنا الله يجزاه خير الحربي، ويانا واحد ترى عن طريق الايكم، ها خذ تليفوننا واتصل فينا ويانا دزيت للوكيشن ويانا، لكن يانا عقب ما طلعنا سبحان الله. ويانا هم حامد بالليل، يعني ثلاث سيارات دخلت لنا الله يجزاهم خير. يا جماعه والله العظيم ان الناس فيها خير، الناس فيها خير، الناس فيها خير، الناس تبي تعطي. ولا يكون على بالكم فريق انجاد طلعونا بمقابل مادي نهائيا، والله العظيم ولا طلب ولا فكر حتى يقول لي اعطي فلوس بنزين نهائيا. داش البر وكسر سيارته وما ادري شنو علشان بس شنو يطلع اخوه المسلم من كربته. اسال الله يحفظنا وياكم. هذه يعني شغله بالقلب كنت بقولها، وشكر حق فريق انجاد. ولا تبخس شيء انت تسويه حق الناس، كل شيء تسويه حق الناس الله سبحانه وتعالى يسجله عنده ويكتب لك اجر. اسال الله يحفظنا وياكم ويكتب لنا الاجر في كل خطوه يا رب. شيخ ها شنو الريوق اليوم؟ شديت يا اخو. شوف كونتيننتال خفايف، نبي كونتيننتال، نفس كونتيننتال، نبي مع اللابتوب كذي كونتيننتال مكرر مكرر. ما تبي شوف 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 شنو فيه هني، شنو فيه؟ الله يطول. شوف شوف هني شنو فيه، شوف قواهم الله. شنو ريوقكم انتوا هني؟ هناك قاعد يسوون اشياء ثانيه غير اللي قاعد تسوونها. خلي ياكلون بوحهم، احنا انا وياكم باكل طيور. شنو هذا ابو احمد؟ عصافير. عصافير اكيد مسوين فول بيض. لا لا ما ادري والله ايش بيسوون. نعار وصليبي. اي استيراد مصر كفو. وهالسنه هذه طلعوا عيوننا على الطيور. ليش؟ موقفين الشحم بسبه الجنيه مربوط بالدولار وما ادري شنو. بوي من شهر، المهم من شهر 9 انا طالب. حمسه ولا شوي؟ الاثنين طالعين. لا شوي، نبي شوي. اي نبي شوي، انا مشتهي شوي والله. شوي ها احنا نبي حق شوي. كفو؟ كفو والله كفو. عندكم معبوت؟ عندكم معبوت؟ معبوت موجود؟ زايد؟ اتوقع انه لا زايد ما في. حق 10 تنفار. اي؟ طير خالي. بدون ولا شيء. يطفحهم. كم حبة؟ هذا خفيف 500. ما شاء الله لا اله الا الله. ييب الشاي وغورية ييبه، تسلم يدك يا العود. هذا ريوقنا جاهز هني، وهذا للحين يغسلون الطيور. يلا قوموا. هاي تقول شاي؟ يلا بسم الله يا ربع. يلا ما تبون؟ يلا خلوا ما تاكلون الا الطيور. ها ريق وكمل. تعال سلم على البيض. خل الطيور دور ثاني نكمل فيهم. ما تبي؟ نظف طير، نظف طير. اخوي سوي، ايش قاعد تسوي؟ قاعد اسوي خلطه حق الشوي. شوف 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 نزل نزل. قرب قرب قرب. شوف خلطه حق الشوي. والله سبايسي. تشحط شحط. خلطه سبايسي بس على ما يصير الشوي راح يصير تيستي. تيستي؟ ايه راح تصير امبليفبل. والله انك تيستي. شكرا شكرا. شو تقول حامد؟ يقول حلمان فيك طول الليل امس انك قاعد تطعس فيه. من هذا؟ استاذ محمد. والله العظيم؟ صدق صدق. ليش؟ مكرش.
ليش؟ والله حلمان فيني والله خوفه طول الليل الساعة 3:30 شغل الفلاش بوي. انت منو حامد؟ احلف والله العظيم صدقك حمود ولا تغشمر؟ كلام منك انت غلطان. ما لا شغل هذا حلم انا غلطان شيك انت حلمان انا غلط. هو كان امس في فوبيا عرف شلون؟ اي مال هذا اي زاد وليدان الله يصلحها يوم ركب ورفع وليدان عادي قال اخوان شعير قال انت عمي قايل لي حق الرد انا حق الرد اي عاش العود يا هلا بالعافيه عافيك حبيبي شنو العشاء؟ طيارات عشاء دي عن شو نسوي كبسه ولا مجبوس دام الله في كشمش بس مجبوس 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 على الراحه مو نفس امس الراحه انا بلش الحين بلش الحين بلش بعد الخمس دقائق كيفك لا هو شيء هو شيء داس هند بعدين اي ترى عارف العب هند يلا وزع لا ما وزع انت توزعون نكابر نكابر شنو نكابر اكابر عليكم انا ما يبي يوزع ما يبي يوزع ما يبي يوزع عندك ثلاث رشات والله حلو بس تركيزه شلون ترى انا خمشي وات خشمي موكي خمشي خشمي خشمين خمشي يا فندي ماكو كتر هذه تنزل خمشي خشمي مو خوش انا واحد مسكر عم بطل انا محمود هلا حبيبي فقرة شنو الحين فقرة البخور طال عمرك الطيب فقرة الطيب تطيب بكل مكان بالبار بالبيت بالمسجد خل الريحة الحلوة دائما وياك الله يطيبك من طيب الجنة اي والله قول اجمعي شيء امين اللهم امين اللهم امين يا رب العالمين كهرب هذا كهرب كهربك ولا كهربي كهربك بطيخي ولا مطبخي كهربي شوف شوف ان شاء الله بعمود بعمود الغرالة صعبة هذه غرز الغرالة طلع بوريتي فلاي 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 كوم 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 شايدة شايدة على جنب على جنب شوف على جنب قوم قوم سويت غرز تغريزه بس شوي خطره لا مو شوي خطره وايد خطره مغرز احنا امس يمكن غرزنا كذي مايل كالواني هو الحين مايل كذي الله يستر ان شاء الله نقدر نطلع بسلام عشرة الاف جي قول بسم الله وتسوي نفسه بعد انت لا اله الا الله لا الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة شوف جرته هني يا يصاعد الطعس وايد رفيع وايد هذا رفيع لا إله إلا الله الله يصلحك يا سعود الطعس أنا ماني قادر أصعده بريلي لا إله إلا الله بريولي ماني قادر أصعد الله أخذ بليسك طحت وقفت والله ما ادري 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 شوف هني الارض بس 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 وقف انت ليش كذي والله ترى وايد خطره وايد مو شويه الحل بإذن الله يسهل بإذن الله يطلع الحل يعني شوف انه وقف الحمد لله بس شنو الحل عشان يمشي بدون لا يمين موجود الحل بإذن الله الحمد لله على السلامة اي اي في قف عند احمد وقف عندي الله يسلمك الحمد لله على السلامة الله يسلمك والله الله ستر يعني انت الدفلوك مو شغال ايش حق يصير شيطان ما له شغل الدفلوك هذه كل ساعه صعدها بس ما سبحان الله يجيها من جنب غلط ولما الداركس ما مداني الداركس سبحان الله انحرف زين اسمع فقلت لما انحرف لازم اكمل شيء اسمع لازم واحد نبي واحد يثبته من هني يثبته من قدام وواحد يقلص من ورا عشان نعدل السياره فر واحد يثبته من هني عشان لا ينقلب القلب الحين ببيزه عندك لف جي لا لا الوانيت هني الوانيت وزن الوانيت هني احسن من السله شو اللي من السله لا لا تحت لا يبا تحت لا لا تحت مكان القلص في هوكات الله يهديك يا سعود
وايد رفيع الطقس هذا. ايش قلت لك؟ قلت لك تعدلت سياقتك بس مو تصير شيطان كذي. تحمس تدري؟ تحمس. وشفت نفسي من حرف عند المساءات اللي مساء قلت خل عدل وسبحان الله انتهى زياده. حجي الحمد لله على السلامه الحين. انزين خل نشوف الفكره. طالع طالع مكاننا احنا مرتفع بس شوف شلون نازلين عن طقسك اللي انت مغرز فيه. وايد مرتفع طقسك هذا. الحمد لله على السلامة. الله يعطيهم العافية الشباب افزعوا لنا. هذا الوضع عشان تكونون بالصورة. قاعد نفكر طبعا كلنا ويا بعض شلون ان نقدر نطالع بسلام انه بدون لا يقلب باذن الله عز وجل. فثبتنا من النص بسيارة حامد والله يجزاه خير الشيخ. يبي يقلص يبي يطلع يبي يعدل بالش اسمه يقولوا ياي بالونش قدام ويساعد معه والونش يجيبه. ايوه هذا كلام يلا صح صح يسار يسار لف يسار على راحته لا تدود هنا لف يسار بالحال لف. الله يجزاك خير الله يجزاك خير. يسار قدام يسار يسار بعد بعد يسار بعد يسار بعد يسار لف لف لف. لحظه شباب لا تدود هنا يسار بعد لف ما لف انت سيده لف لف بعد 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 بعد. اسحب الونش عمي بس 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 لا لا تقدر تقدر باذن الله تقدر. ممتاز بس بس بس. لا انا والله ما كنت بعيد كذي اصلا سبحان الله بس تغيير هاي شفت تغيير تردد صح لا تتردد تغيير هاي والتردد هذا اللي عفس كل شيء. انا اشهد سهل صعدها كذي سهله وتجي توقف فوق. انت كان ودك تصعد فوق ها؟ ايه كنت بصعد انا كنت صاعد قبل الماء. شو تقول في صديقنا؟ الامير لازم يطق. الامير لازم خيزرانه لازم تطقهم. خيزرانه ابوي موجوده كاهي 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 من الريال. استاذنت في الامير خلي سيارتي انقلب بالاسبك اسمع انتوا بعدين لحظه شلون كذي دقيت سلف ومشيت؟ وين الطيور اللي بتشويهم؟ استاذن منك. على الساعه كم يا رجل؟ الساعه 3. استاذن منك. اي ضو الساعه 3. استاذن منك. ما استاذن لا ما استاذن صح؟ جلد يجلد. شنو حكمه؟ محمد شنو حكمه؟ بالخيمة بالخيمة طب الرواق حقي ليش؟ بالليل كامل ها؟ للصبح للصبح احنا اللي بنرفع على القضية احنا هالدير كفو الطعس من اول مرتبع الحين صح صح خرب البيئة. هذا نفس سالفة القلقان اللي اذا طلع تقول والله الماية راحت شربت ماي وايد والله والله تنكت ها؟ هم مسوي نص المصيبة وهم تنكت بعد. والله وانيتي احسن من جيل. ما لك وفاء. والله وانيتي احسن من جيل. عمي انت يوم صعب. عمي انت يبا انت شفت ايش سويت ولا ما شفت؟ ثواناتك طار اربع تواير. في متر فاضي. في متر فاضي يقول. شفته والله. شفته والله. لا انا شايف انه مو قص بس نزله قويه. مطبق يمكن تعول لك نيابه على طول. يقول لي باباني لو يدري كذي تسوق تل السياره. عدوى عدوى تغلب. مصور انت ولا لا؟ والله ما صورت. حامد بيصعد الحين قلنا له يصعد من الصوب هذا علشان واحد يفر السياره من ورا وواحد يثبت سياره من قدام. الحين القلص الونش مثبت سياره من قدام وحامد من ورا. ان شاء الله باذن الله عز وجل تفتر السياره وتنزل قري. دبل ثقيل ما يحتاج. حامد عطى عطى بعد. لا لا قاعد يسمعك قاعد يسمعك. والله؟ اي قصر حسك لا تصرخ. بعد بعد حامد بعد. ما يسمعكم يا جماعة. اوه قص بعد ثاني. حامد هاك هاك بحذف لك هذه. احشي عشان يسار يسار. ما يحتاج حسون. احشي ما يحتاج. رخي بس هو مو واصل هناك عشان اضع عشان شوف شلون السيارة بين صغيرة. شوف عشان تعرف ايش كثر المسافة.
هذا القلص ما ادري كم متر الواحد فيه، هذا قلصين مادين ويمدون يمكن يمدون الثالث ومنتهى الرق. طبعا الفكره ان حامد ما يقلص، ان حامد بس يسحب شوي شوي السياره علشان تفتر شويه، تفتر كذي وهني باذن الله عز وجل الونش يثبت ان شاء الله. يا رب يا رب انه ما ينقلب. خلنا اوخر عن السياره عشان تشوفون ايش كثر مايله. بسم الله. شوف شوف ايش كثر مايله، يعني زاويه 45 او اكثر. الله يستر. الراحة 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 الراحة. لحظة لحظة حامد، حرك 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 توائر، حرك توائر. أوه وقف 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 وقف. نقص نقص الونش. يا الله ستر. لا لا ما انقطع ما انقطع ال براغي براغي شو كم شكل. أيوة هذا عطنا طلع لي بس ما ينفع، ما راح ينفع حتى لو الركبه مره ثانيه. خلي وقف خلي وقف الحين خلي وقف. لحظه لحظه طولوا بالكم طولوا بالكم. امسك شوي هذا. كيف الطريقه عندكم قفيز؟ روح عليه شوي. لا عادي الرمل في السيارة لا تحتر. طف السيارة. لا الرمل ها. ايوه. ما شديته ما شديته يا رجل. ما عشد الونش الحين. ما حزمت ما حزمت. الحين ابيك تشد انت بالونش وانا ما عليك الونش بيشد بس ما عليك. اسحب اسحب اسحب. ركب هذا. اسحب اسحب. هذا حد. لا لا راح راح. حده. طب. قمت بنجل على وش بس شد علي ابو حمود لا تشد لا تشد وش دقيقه خلاص يلا ركب ابي الونش حاجه بسيطه عشان لي يبغى واحد يرخي ويقسمه اعرف الترخاه والشد ابي اشد العقده بس اسحب شد اسحب دقيقه دقيقه اسحب بس 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 وخر ايدك بس تمام تمام وخر على القلص وخر وخر على الشمره وخر على الشمره يقول حامد اللي توه كان 100% امسك دقيقه لازم نرخي معه هذا شوي شنو مساء سويت؟ نفس الشيء خليك على الونش خليك على الونش لا لا اصبر اصبر الونش ما يفرق عشان محروق وخر وخر بعد الوخر خذ حسون خليه يسحب شوي شوي حامد شوي شوي اسحب شوي حامد اطلع حامد شوي ممتاز ممتاز روح لا طول بالك طول بالك روح بعد 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 سعود لف لف منك لف منك لف منك بعد 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 ممتاز حامد بعد بعد روح رخ رخ الونش رخ الونش ممتاز الحمد لله اصبر سعود رخ الونش عمي رخ الونش الونش صاير هذا طويل تيكون علق الونش اصبر الونش علق معلم اظن له طريقه هو في لوك ما يقدر يصعد الحين هو بيجرب انه يرخي بس ما يقدر يصعد اتوقع ايوه ايوه تمام تمام بس تمام ايوه الله لا يهينك وقف 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 حامد شباب دقيقة دقيقة اسحب شوية روح 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 امشي 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 عدل سكانك سيدة منك منك ممتاز بس انتهى الموضوع حامد ارجع رخ القلص بس ممتاز افتح الونش بس خلصت انتهت الحمد لله ارجع 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 الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة يضحك يضحك الحمد لله على السلامة الحمد لله الله أخذ إبليسك والله طيحت قلبي بالقاع بسم الله تفتح ولا ما تفتح زين الحمد لله نسيت على نسيت أنا عبالي رابطين هذا دايركت والله زين الحلقة سويت سويت شغل عطيها مو الحلقة اللي سويت شغل غزي هذه العقدة يعطها الريال على بالعافية
اسحب الونش فيه الريال محمد. تعال شلنا ما ترجع. تعال يرجع ان شاء الله. يقول لك سمعت ايش يقول؟ يقول هذا ليش بكونه ليش مخير؟ ربطوا ربط ها؟ اخ يا رب لك الحمد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خلنا فتش القلص دقيقة. هذا ما ينزل يوتيوب ها؟ لا راح ينزل من أوله لآخره. خلنا فتش القلص. الله ما أكثر بسم الله. بسم الله. سعود يلا. خلاص فتشوا الكتاب. سعود ارجع قال ايش فتشوا فتشوا كل شيء. يقول بسم الله بسم الله على الراحة على الراحة اي على الراحة سيدة سوى سيدة بس برايك 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 الحمد لله على السلامة يا الله لك الحمد والله تعبنا الله اخذ ابليسك يا سوت الله اخذ ابليسك يا سوت يا جماعة مثل هالمواقف لا تتصرف الا لما تفكر ويا ريايل ناس تفهم بعدين تصرفوا اما تصرف عشوائي ولا الحماس زايد صدقني بدقيقه واحده تنقلب السياره احنا 7 ما ادري 8 ريال ولا والله 10 يمكن كلنا كل واحد يقول فكره وكذا لين الحمد لله ضبطت اللهم لك الحمد يلا الحين نروح حق حامد لا روح حق ابوي ابوي وين السمي روح ويا ابوي روح ويا ابوي ابوي انت سوق الوانيت اخذ خيزر انت انت سوق ها شوفوا لي شلون تغطس يبوي والله ما ادري ايش اقول والله خوف لا يبكى يعني انا العاده اقول لك ليش مو خايف هذا ماكو قلب حجي انا وياه تيس تيس نفس الشيء لا ويقول كبوت جواب اي جواب كبوت منو جواب كبوت اي جواب كبوت محامي كبوت شنو تواك الله يا حامد الله يعطيك العافيه يبا لا تدورون خلاص راح راح شد دورون ابره وطاحت البحر تطلعون ها طلع الوانيت اي زين تعال سود ودني حق الوانيت طال عمرك بناصر شنو شعورك بعد اللي سويته يا بذاك الحمد والله ست الله سبحانه وتعالى هذا مو مقصوده بس على اساس يعرفون انا 3 مرات صعدت بس هالمره سبحان الله ترددت شفت نفسي جاي من زاويه ثانيه قلت خل عدل على ويلات اللي كل ساعة الحين بني سبحان الله مع اللفة ثقل الموتر زيادة فما قام يصعد قام يجنب لفيت انا بكمل خلاص لازم تنزل سبحان الله وقف الوقفة هذه طبعا ارتفع الجب يا رب لك الحمد شنو الدرس اللي تعلمته من هذا اللي توه انا اتمنى ان امي وابوي ما يشوفوا راح يشوفونه بس شنو الدرس اللي تعلمته من هذه لا تتردد بالضبط والله لا تتردد يا تصعد ايوه يا لا تصعد تعجبني انا صاعد صاعد بس ترددت بويلي يعني ولا صاعد سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامة وهذا كله مكتوب من الله خيره كله الله كاتبه قدر الله ما شاء قدر الله ما شاء فعل الحمد لله على السلامة ابو احمد ولا كان القلب صوبك يا بعد عمري اي والله طلعت من الدريشة بسرعة كان ما في صوبه شوف الناس الله يستر علينا وياهم اي أيوة والله كلهم يتحذفون ادري اي والله ادري اي والله الحمد لله على السلامه عم زعلان عليه اخوي سكر والضغط كل شيء كوليسترول كلهم ها بكج بكج بوسلوم بوسلوم كان من قلب اي سنه قلبت يا معود اسمع شهر 2 قبل كورونا 2020 اي اول شهر 2 رايحين ويكند زلفي انا وكشتنا بالنفود رايحين نهر تعشينا خلصنا يوم حركنا في نفس دباية عريضة شوف الناس تمشي عليها بين طسين المهم قلنا خلاص هني رد معاهم والناس رايحة رد أول مشي قال لي أمور طيبة بس شوي شوي قلت خلاص شوف الدباية عريضة يعني فيها ويلات سيارات أنا قاعد يمكن 30-40 يعني مو على سرعة بس أنا صار على صعدة بالنهار ولا بالليل؟ لا بالليل الساعة 12 المهم يوم وصلت فجأة سمع شوف بس ما عليش فبدأ موتر طب على خشته ستب شذي ثانية أقل من ثانية طاح على جنب على بطل طب 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 من فوق الطاس ليه وطاح سعود طاح سعودي يا الله طب طب بس شنو القلب بطيء مو ما يحل سرعة طب شوف ناطر بس متنوصل متوقف لا مو وصل وصل بس أنا متعدل بيت قال ما فيني شيء قلت بس خلاص كلمت الربع انا بس كنت اتكلم عبيد الربع ورانا
لا حد ينزل شوي شوي قال ما قال يا ربع دير بالكم سعود هذا شو اسمه الطيور اللي سويته الصبح هذا ذابحين 500 تاس على السلامه اي الحمد لله على السلامه تدرون يا جماعه متى كلنا الطيور او متى قاعد ناكل الطيور طالع ساكم كانت المفروض الساعه 11 ناكل صباحا كان المفروض ريوق بس شيطانك بعض الناس صار غدعش شوف شوف الطير قدم قدام عشان شوف ما شاء الله حاطينك هنا الحيوانات ايوه فوق طير صغير يعتلين الاوتله شوف الشحم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أتصور طيب العافية يا عود مشبوس 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 الدجاج خلص العيش ولا ما خلص؟ ما شاء الله الحشو والله سويت حشو وايد ما عليه ينحط الثلاجة ريحة الخيمة حلوة ايش راشين انتو؟ حامد سوى السلطة وليد سوى المجبوس وانا سويت الحشو والدقوس الله يعطيك العافية يا العود حطيت الخنة هذا اللي هناك الله يعطيك العافية ما قصرت قص السلطة والله والله ضبطنا راعي السلطة لا الله خير السلطة السلطة دلع شلون يبا؟ اقول هذا الرجل خفي مال السلطه. اقول لك بس مشتهي ومسويها ها؟ مشتهي شلون؟ اي بالعافيه خلوه يشتهي. بين عليه. ان شاء الله صحيح صحيح. ما ادري متى بيتزوج ما ادري انا. قول ان شاء الله بس هذا الشهوه عشان تسوي لها سلطه. شوف الدخان انت بس. حريقه السال حريقه. ما شاء الله تبارك الرحمن. سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بس راعي السلطه عيال شفت راعي معبوش وين سعود والله حتى راعي المعبوش والله خير شو المعبوش يلا بسم الله تسلم ايدك يا العود تسلم ايدك الله يعطيك العافيه لا تعبت اتعبت من بعدك يا العود نقول بسم الله تسلم ايدك انت على هالحشو انت والله تسلم ايدك على كل شيء والله خوش وحامد تسلم ايدك على السلطه 600 مره قلت لك يلا مع السلامه امي وشاي حطب زيتون بعد العشاء شبت نار طيبه وهل شويه انا ناطر الشاي بس يخدر متى يخدر الشاي يا حامد حامد 12 دقيقه 12 دقيقه هذا مخلوط ولا شاي صافي صافي ملك سلم سلم على رفيجك اللي بالدوام تكفى المخلوط بس عند ابو حسين اي قول له قول له سلم عليه هذا مهندس الشاي انا بسميه قلب خير ابو حسين شاي الخلطه اي ما شاي البخار شاي البخار ما شاء الله يا مرحبا اللهم لك الحمد مطر مطر كنا صلنا الفير كل ليل تبارك الرحمن بالليل كل شوي طق مطر يوقف طق مطر يوقف الحين اللهم لك الحمد مطر علينا يا رب لك الحمد صباحكم الله بالخير يا شباب مزاج كنا الساعة بكم؟ ما شاء الله ما شاء الله شوف المطرح تبارك الرحمن يا رب لك الحمد الحمد لله على آخر يوم جانا المطر تبارك الرحمن طبعا قاعدين داخل خيمة ما أكل العافية الحمد لله أنا أبو مشاري يقول قالوا أنك متضايق من العملية ومن يقول ماني يوم متضايق ولو جيت محمول حكم القدر يدباس كل الرضابة قبلي رحل من هالوطن ناس نزحول والقبر من فوق التهايل ترابه اللي مضايقني ولهم معقول اليوم هذا ما ضربنا حسابه ومن لا عمل للآخرة وضع مجهول وكل على جسمه يفصل ثيابه صح هذه متى قلت القصيدة هذه والله هذه قبل حوالي شهر
والسبب؟ السبب صار عندي وعكة صحية وقالوا سووا عملية وقلت الحمد لله والشكر الله اللي شفاني والله اللي عفاني وجبت هاي القصيدة. صح لسانك. صح لسانك. الله يحفظك ان شاء الله. ساعة المبارك شرفتنا ونورتنا. الله يشرفك. الله يبارك فيك. سلمك. جزاه الله خير امس فزع علينا وجزاه الله خير. لا ما سوينا الا الواجب. الواجب اي والله ما قصر. اي والله ما قصر. ما قصر. ابو احمد اخر على شو؟ الله المطر 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 تبارك الرحمن. اللهم لك الحمد. الريوق اليوم دولي مو كونتيننتال لا فوق الكونتيننتال. شباتي وشويه بعد شوي نسوي بيض ان شاء الله. هذا شباتي طبعا جاهز هذا مال الجمعيه براته ما اسمه شغل عدل عفستها سلام للسلام السلام. إيه لا هناك. إذا جاك عندك حد. السمي قاعد يسوي الجبن ما جبن. هني أبو مشاري سالفيان. هني أبوي. يا رب لك الحمد. فهذا الجو. ما شاء الله المطر والخير والنعمة. اللهم لك الحمد. هذا الجدر. جدر الجباتي. يا جباتي. هذا جاهزة. بسم الله. طبعاً بتقولي ليش مسوي طابيين أسرع لأن هذه الجباتية شوي تأخذ مكان كاكا الحين بسوي بيض حبيبي أسرع كذي مقبلات أي هذا الطير أي هذا كان اسمه طير خمسة طيور وهني الجباتي يا الله لك الحمد يلا يا الربع طاح الريوق طاح الريوق يا أبو مشاري حياك أبو مشاري عيالك طال عمرك لا تستحي لا والله ماني مستحي والله ماني مستحي الساعة المباركة والله الساعة المباركة يلا يبا يقعد حبيبي يا مرحبا يا مرحبا يلا سمو سمو بسم الله بسم الله يا كريم ما شاء الله يه 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 بلعنا الشباتة كفو عليك كفو عليك بس تكفو كفو عليك استانسوا 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 يا أصدقائي شرفتنا ونورتنا يا ابو مشاري الله يعطيك الصحة والعافية يا رب ابو مشاري أول شيء ما عرفنا اسمك عرفنا باسمك سالم الصلخ الحري سنطيري ونعم والله مليون نعم يعني. ابي قصيده اللي من ساعه قلت لنا اياها اليوشي اللي الاخلاق التجاريه لا ما نقدر ما ممنوعه هذه من الممنوعات الله يعطيك الصحه والعافيه يبارك لك بحلالك يا رب العالمين شرفتنا والله يا ابو مشاري الله يطول لي عمرك يحفظك الله يبارك فيك اي الربطه اي هذه اللي امس سويتها الله يحفظك يا ابو مشاري ابو مشاري طبعا هو اللي امس عاوننا الله يجزاه خير بالونش مال ابو شنب بس الله يبارك له حلاله هنيك قريب ما شاء الله طلعت الشمس ما شاء الله الشمس يمكن صار لنا امس ما شفنا الشمس طبعا تبارك الرحمن الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه الحين فقره الترتيب البريه قبل الرحيل يا رتب الاغراض انا حاط جدر عود هني بس حق شو اسمه حق الماين والاشياء الكبيره هذا مكان جدر وين الخوطه كاهي تعال تعال خلي نشفه تفضل سلم قد انت رائع سيدي قد انت رجاجيل ها الله يعطيكم العافيه والله ربعي يا عزوتي ياو وين حمود حمود شو تقول كريم شنو؟ كريم شجاع زعيم انت ويا جنطتك هذه رتب الشغل هناك الجبري جزاه الله خير قاعد يغسل سعود وينه؟ سعود الحاج قاعد يتمشى ولا شنو؟ قاعد يدور انترنت قاعد يفضل ولا رتبنا اغراضنا كلها شلناها باقي بس الخيمه ان شاء الله نفشها ونركبها بوانيت ابوي باذن الله هذا وانيتي بس سكرنا جهزنا المر خيمتي شلتها سعود شال خيمته بنتمشى شوية الحين بعدين إن شاء الله نتوكل على الله اليوم ثالث يوم لنا ثالث يوم أجل رابع يوم يوم تاريخ 19/11/2022 الساعة الحين صارت 10:30 الصبح طبعا نتمشى وليد أمس ويا حامد مشوا صارت ظروف عند وليد ومشوا بالليل
احنا ان شاء الله بنصلي الظهر ان شاء الله وتوكل على الله. صار صلي الظهر والعصر ونمشي باذن الله. شوف المنظر يا جماعه، شوف الجو ما شاء الله، اللهم بارك. الحمد لله توفقنا باجواء جميله الحمد لله. هواء طول الوقت اللي احنا قاعدين فيه هواء، لكن اللهم لك الحمد غيم ومطر نعمه. البارحه يمكن من الساعه 2 الفير تقريبا وتمطر لليوم لين صلينا الفير، وعقب صلاه الفير هنطق مطر. اللهم لك الحمد. شو القاع خلينا نسوي الحركه اللي يقولون لوين المطر، ها تقريبا هالكثر تحت ما شاء الله. يا ربي لك الحمد. هلا روح جاي روح جاي، يعني اروح ولا ارجع؟ يلا بيان جاي اعرفها هذه. يعني اركض يعني روح جاي. والله يا جماعه شنو يعني روح جاي؟ لما يقول لك روح جاي يعني اروح ولا ارجع؟ روح جاي. تعرف اطباعهم انت ها؟ ايه امشي معاهم يسالفون على الغنم. لا مو الغنم، نياق انا قصدي. لا قال مبركت عليك والله ما قام وما قام. لا والله لا فلس طال عمرك حطيتك. اي والله ثلاثه ولا تيس والسوق وديتهم السوق تجيب تاخذ قريشات بكاش. يعني غنم ولا بعارين يباي؟ لا يبا بلو بعارين بلو. لا الياك خطاع شوف اياك. اي والله تو مشاري يقول غنم ولا بطول هذول حصني هذا. يا حصني اثر حصني حصني اللي امس هذا وين؟ كا هذا الاثر هذا طبعة ريولة. اي امس هذا توه. اي والله شكله توه صح بعد المطر صح. يلا العوده العوده الى الديار. لا شيء. اي ما شاء الله نظيف البر تبارك الرحمن. جداش رحت ولا شيء. ما شاء الله الرمله الرمله ناعمه. ردينا مكاننا الحين ان شاء الله نفش الخيمه ونصفطها ونتوكل على الله. خالصين باذن الله عز وجل. بطارية 12.3 ما ادري يبين ولا لا. انزين كهربة البيت بعد هذا قول بسم الله عشان نركب ماكينة الهواء وتشفط الهواء اللي بال شو اسمها بالخيمة. حط الماكينة على الكهرباء واسحب اسحب. ما شاء الله تبارك الرحمن شلنا اغراضنا كلها انتهت شغلنا سياراتنا وهذا مكاننا مثل ما ينال نظيف. لا وكان مو نظيف بعد في اغراض هنيك وايد كانت قراطيس وبطول ماي وشنو شلتها كلها. نهد المكان نظيف مثل ما كان وافضل. اي اللهم لك الحمد. الحين مطر بعد قاعد يطق مطر تبارك الرحمن. اللهم لك الحمد. نقدر نقول خلصت كشتتنا على خير اللهم لك الحمد. ودائما يا جماعة نصيحة أخوي مثل ما جيت ومكانك نظيف خلي الناس تدعي لك إذا يو شافوا مكانك. يعني دار مدارنا أهل حلال ولا كذا ولا حتى لو كواشيت إذا يا مكانك شافه نظيف والله العظيم إنه راح يدعي لك. لكن إذا شاف المكان وسخ راح يدعي عليك وراح يقول إيش هالوسخين أصلا. فإحنا مسلمين اللهم لك الحمد يعني النظافة هذه ديننا موجودة. نعم نعم احنا نذكر احنا تعبنا واحنا نذكر لكن في ناس للحين للاسف يقطون وصاختهم يمشون. تبون تشوفون عزكم الله زبالتنا؟ شوف شوف ايش كثرها. يعني تخيل هذه الزباله كلها مقلوطه بالبر. شوف كم كيس. بسم الله واحد هذا اثنين. هل نتعب بالموضوع؟ هل تعبنا لما جمعنا وصاختنا بالكياس؟ لا والله ما تعبنا. الحين دقيقه واحده اول ما نوصل الشارع قطهم عادكم الله باي حاويه وانتهى الموضوع. شوف المطر والله ما كان. شوف خيمتنا ما شاء الله ايش كبرها هذه 3x6 عسى الله يبارك شالتنا
الله يعطيك العافية يا باي. عافيك خليك. قواك الله. عسى استانست حبيبي. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الله يرحم والديك ووالديك يا رب. الله يطول لي عمرك حبيبي. عم ابو احمد. جزاك الله خير يا ابو احمد. يا مرحبا. يا مرحبا. شو تقول حق الناس اللي يوسخون البر ويمشون؟ والله اقول لهم تربية والاخلاق. والله يعني من شب على شيء شاب عليه. يشوف امه وابوه أقلدهم. بالضبط هذه رسالة حق الحين الكبار حق الأمهات والأبهات. علم عيالك على النظافة من يوم هو صغير. والله واحد قال لو تنحط منهج بالمدارس يعلمون عيالهم النظافة من يوم هو صغير. الله المستعان. يابان عيالهم اللي يقسلون المدرسة وينظفونها ويخمونها ويأكلون يوم الأسبوع بس نظافة. هذا وين؟ باليابان. باليابان؟ إيه نعم. الله أكبر. وفي بعضهم ينظفون الشوارع بعد. الله أكبر. الله يعطيكم العافية. يواكم الله ونوصل بالسلامة يا رب. واللي حاضرين والغايبين. آمين. اللهم اللهم آمين. والشريك. أي والله شريك. أي والله. فانزاتي. فانزاتي بعد قلبي. حبيبي. بعد منو ما يهل كشتة. حسن فوزي. وفوزي. أحمد الريش. عبد الله الحبيل. وايد وايد. وايد. الليايات بإذن الله عز وجل. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يعني. بس باجي كرتون الماي. كرتون الماي مالك يا أبو أحمد. بس خالصي.